الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الصلاة التي هي عبادة مجمع الكمالات. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ هناك أكثر من سبب يدعونا إلى الحديث في هذا الموضوع. أحد تلك الأسباب أن الإنسان على أثر التكرار لا يلتفت إلى المعاني الجميلة والبديعة المرتكزة في ذلك الشيء المتكرر. مثال: من منا مثلا يستيقظ صباحا فينظر إلى الشمس ويرفع يديه بحمد الله عز وجل وشكره على هذه الشمس المخلوقة لنا، والتي لولاها لكنا في ظلام دامس، ولولاها لما أكلنا ثمرة من نبتة، لأن النبات يعتمد على هذه الشمس وعلى ضوئها في النمو، ولولاها لكان كثير من البشر مصابون بالكساح أو الشلل أو وهن العظام وما شابه ذلك، نظرا لأن بعض فيتامينات العظام كما يقول الأطباء لا تتوفر بنسبة معقولة إلا من خلال إشراقة الشمس على هذا الإنسان. أكل هذا الإنسان، صحته، ضياؤه، سراجه معتمد
على هذا المخلوق، على هذه الشمس، ولكن أصبحت في إشراقتها كل يوم زائرا عاديا لا يتم الالتفات إليه، لا يستحضر نعمة الله عز وجل من خلال إشراقتها، لا يفكر الإنسان في أن هذا الإشراق سيصنع كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأجل كثرة التكرار والنظر الدائم إليها نظر عابرة، كما هو الحال بالنسبة إلى الشمس. الإنسان المصلي الواحد منا ربما، لا أقل أتكلم عن نفسي، يصلي، ولكن هل يلتفت إلى الآثار التي تحققها هذه الصلاة، إلى المعاني التي تختزنها، إلى الدور الذي تقوم به، إلى المحل الذي جعلت فيه في منظومة العبادات الإلهية والتي سوف نتطرق إلى بعضها؟ عادة ما لا يحصل هذا الشيء. عادة الإنسان يتعامل مع الصلاة باعتبارها عبادة، واجبا من الواجبات لا بد أن يؤديه. أما أن تكون الصلاة مثلا راحة، سكنا، كما قال رسول الله: أرحنا بالصلاة يا بلال، غالبا ما لا يحصل. الذي يحصل في الغالب خلينا نرتاح من الصلاة، فالثقل محمول على ظهرنا، خل نطرح حتى نرتاح، لا أننا نرتاح به، نرتاح منه لا نرتاح به، لا نرتاح إليه. فأول سبب من الأسباب اللي يدعو الإنسان إلى إعادة التفكير، إعادة التأمل والتدبر في هذه الصلاة التي وجبت عليه ويؤديها، أن الاسترسال وكثرة التكرار تفقد الشيء العظيم قيمته وميزته، فلا يعود منتبها إليها. هذا واحد من الأسباب. من الأسباب أيضا أن قسما من الأجيال الجديدة في فترات المراهقة، في فترات الشباب، ربما لا تفهم الصلاة على حقيقتها، ولذلك تهمل، تستخف، أحيانا تترك. بعض الشباب تشوفه مثلا ترك الصلاة، ليش؟ لأنه يعيش في محيط يعتبر أن الصلاة شغل مطاوعة، وفتاة تعيش في وسط محيط معين، هذا المحيط يرى أن قضية الصلاة مو ضمن ستايل الحياة الحديثة، هذا مال النساء الكبيرات 50 سنة وأكثر وأقل. طيب، وبالتالي هو اتبع هؤلاء، انسجم معهم، توافق معهم اجتماعيا، ولم يحصل على فهم جديد لهذه الصلاة يجذبه إليها. نحن سوف نتعرض هذه الليلة إلى بعض جهات الصلاة، ولعل كثيرا من الحاضرين والسامعين ملتفتون إلى هذه الأمور، أو سيلتفتون إليها إذا تدبروا وتأملوا قليلا، لكننا على كل حال سنشير إليها ضمن نقاط متعددة. النقطة الأولى: الصلاة بالنسبة لشخص الإنسان المسلم،
تبدأ معه هذه العبادة في الدعوة إليها منذ الأيام الأولى لولادته، ولا تفارقه إلا في ما بعد دفنه، أول أيام حياة هذا الإنسان يدعى فيها إلى الصلاة، لأن المستحب المؤكد عندنا أن المولود ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، والأذان هو نداء الصلاة، فيه الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة وحي على الفلاح، وفي الإقامة قد قامت الصلاة. لاحظوا أن هذا الطفل عندما يأتي وعمره يومين أو ثلاثة أيام، إلى الآن ذهنه، دماغه، الذاكرة مالته صافية، لا يوجد فيها أي شيء. يراد إسلاميا ودينيا أن يلصق نداء الصلاة في ذهنه، في ذاكرته، في أول أيامه، وهذا الأمر مؤثر في الإنسان في حياته فيما بعد. الأذان الذي يحتوي على جملة العقائد الدينية، ويحتوي على برنامج في الحياة، الدعوة إلى العمل الصالح وإلى خير الأعمال، الدعوة إلى النجاح والفلاح، الدعوة إلى الصلاة والعبادة، يبدأ بكلمة الله ينتهي بكلمة الله، مما يشير كما ذكرنا في وقت مضى إلى أن صيغة الأذان هذه لا يمكن أن تكون إنتاجاً بشرياً حصل عند نوم عبد الله بن زيد جابه، وإنما هي إنتاج إلهي رباني. هذا مختصر برنامج حياة الإنسان العقائدية، مختصر البرنامج هو الأذان، التكبير، التهليل، الشهادة لله بالوحدانية، الشهادة للنبي محمد. بالنبوة والرسالة عندنا الإمامية، الشهادة لعلي بالولاية، هذه تشكل الخط العام لحياة الإنسان في المسألة العقائدية. ثم في المسألة العملية، حي على الصلاة العبادة، حي على الفلاح النجاح في الحياة وفي الآخرة، وحي على خير العمل، العمل الصالح، العمل الطيب، الأعمال الخيرة، البناء في الحياة، هذا كله موجود في الأذان. فيبدأ الإنسان المسلم في أول أيام حياته ووجوده في هذه الدنيا مدعوا إلى هذا البرنامج، وهو برنامج الأذان والإقامة الذي هو مقدمة الصلاة. وينتهي آخر الأمر، آخر حياته، بعد ما يخلص من كل شيء، يقال صلي عليه صلاة الجنازة والميت حتى تكون آخر عهده بأي شيء، بعد ما وراها شيء إلا أن يدفن. هذا على المستوى الشخصي في حياة الإنسان. على المستوى التكويني في الطبيعة، لا نجد عبادة من العبادات تترافق مع الظواهر الكونية والطبيعية كالصلاة التي يصليها الإنسان المسلم، وهذا فيه إشارة إلى قضية الانسجام بين عالم التكوين الذي جاء طائعا لله. طيب، اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات، الأرضون، عرضت عليها الأمانة، عرض عليها أمر الله عز وجل،
أن تقبله طوعا أو كرها فأجابت بالطاعة. هذا الكون المطيع، هذه السماوات المؤتمرة والمستجيبة لنداء الله من خلال حركتها المرسومة بدقة، هذه هي طاعتها. طيب، يترافق الإنسان المسلم معها، فإذا طلع الفجر وهي ظاهرة كونية صلى هذا الإنسان، وإذا زالت الشمس وانتصف النهار صلى، وإذا غربت الشمس صلى، كما أن هذا الكون يتحرك ضمن قانون الله عز وجل والطاعة لربه، هذا الإنسان المسلم يقول أنا أيضا منسجم مع هذه الحركة الكونية. في على مستوى السنين، قضايا الكسوف، قضايا الخسوف، ما شابه ذلك، أيضا تستدعي صلاة. هنا فد إشكال يثيره البعض وسؤال، ولا بأس بالإشارة إليه، وهو أن قسما من الناس يقول أن صلاة الآيات لا معنى لها. ليش؟ لأن الخسوف والكسوف ظاهرتان كونيتان من الممكن أن يحسبها العلماء قبل حدوثها بعشرات السنين. من الآن يقدر واحد يحسب إلى بعد 100 سنة شنو رح يصير من خسوف وكسوف، وين وشنو درجته. فهذه مو حالة مخيفة. الزمن القديم حسب تعبيرهم، لما كانوا يقولون الناس ما يعرفون أسباب هذه الأشياء، وحسب خرافات بعضهم من أن الشمس ابتلعها الحوت أو الأرض ابتلعها ما أدري كذا، طيب فالناس تخاف تروح تضرع وتصلي لله. الآن ماكو داعي إلى هذا، هذا اشتباه في الفهم. صلاة الآيات تماما كصلاة الظهر، كصلاة الفجر، كما أنه يحصل تغير في الكون، هذا التغير تارة يكون مرتب على أساس يومي، طلوع الفجر، زوال الشمس، غروب الشمس. هذا كأن الإنسان يريد أن يقول كما أن الكون مستجيب لأمر الله تكوينا، أنا أيضا أستجيب له تشريعا بصلاتي. نفس الكلام ننقله هناك، هذا الكون الشمس بما وضع فيها من المقاييس، والقمر والأرض بما وضع له من البرنامج والقانون، واللي هذا هو يجعل الإنسان نفس القانون الإلهي المضبوط الدقيق الذي لا يتأخر قيد أنملة، يخلي الإنسان قادر على اكتشافه. لولا قانون الله، لولا برنامج الله لهذه الكائنات، ما يقدر الإنسان أن يحسب أبدا. لو فرضنا أنه كان هناك مساحة حرة للشمس، الآن أتينا طائعين، طوعا أو كرها ماكو برنامج لازم تمشي عليه. لو فرضنا عندها مساحة حرة، أنه لنفترض في كل سنة شهر كيفها تريد تمشي، هالشكل هالشكل، دور حول محورها ما أدري بسرعة ببطء، طيب ما يقدر الإنسان أن يحسب هذه الحسابات. لما كانت هذه الشمس وذاك القمر وتلك الأرض خاضعة لقانون رباني إلهي دقيق، أنا أيضا الإنسان المسلم خاضع لنفس القانون ولنفس الأمر الإلهي، فعندما تحدث هذه الظاهرة الكونية بإذن الله وضمن قانون الله وعلى أرضية أتينا طائعين، أنا أيضا الإنسان المسلم آتي طائعا راغبا متذكرا نعمة الله وعظمة الله عز وجل.
فقضية الخسوف والكسوف مو لأجل أنه هناك خوف من المجهول في الأزمنة القديمة كان موجود لذلك كانوا يصلون، الآن ليس كذلك، لا، لأنها ظاهرة كونية ما ترتبط بالخوف. حتى لو الإنسان ما خاف ولا ارتعب أيضا يجب عليه أن يصلي صلاة الآيات في مثل الخسوف والكسوف. هذه الصلاة إذن تتفاعل وترتبط بعالم التكوين بالطبيعة. بقية العبادات ليست كذلك، ما عندنا مثلا صوم يرتبط بالشمس أو حج يرتبط بالفجر وبما أدري الظهر وما شابه ذلك، وإنما الصلاة هي التي ترتبط بهذه الأوقات، ترتبط بالظواهر الكونية، بل ترتبط أكثر من ذلك لتغيير بعض الحوادث الكونية، كما هو الحال في صلاة الاستسقاء، مرة مرتبطة بها ومتزامنة، مرة أكثر من ذلك ترتبط بها ارتباطا يؤثر في عالم التكوين، أنه إذا صار هناك قحط، جدب، جفاف، عدم إمطار، غير ذلك، افزعوا إلى الله عز وجل بصلاة الاستسقاء. من الممكن أن تؤثر هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، في عالم الطبيعة بأن تغير الفقر فيها إلى غنى والجفاف فيها إلى خصب وري. هذا ما نجده في سائر العبادات بهذا الارتباط. هذا على مستوى الطبيعة وعالم التكوين. على مستوى الاجتماع، الوضع الاجتماعي، لدينا صلوات هي خاصة بما يرتبط بالاجتماع، مثل صلاة العيدين. صلاة العيدان هما فد مناسبة للابتهاج والسرور والاجتماع. ما عندنا مثلا صوم بمناسبة العيد، خمس بمناسبة العيد، ولكن عندنا صلاة العيدين وصلاة الجمعة وما شابه ذلك، في تأكيد على هذا المنح الاجتماعي الذي تعبر عنه الصلاة. ولهذا أيضا كانت هذه الصلاة، وهذا من خصائص الصلاة، لا تسقط بحال. عندنا في الخبر المعتبر الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في ذيل سؤال عن قضية المستحاضة، علله في ذلك قال: فإن الصلاة لا تسقط بحال. نعم، في خصوص المرأة في وقت الدورة الشهرية هذه وضعيتها، حيث أن الصلاة مشروطة بالطهارة، وهذه في هذه الفترة ليست كذلك، فلا يتأتى منها الصلاة. طيب، ولذلك لو فرضنا امرأة لا تحيض لأي سبب من الأسباب، عملية جراحية أو لا، خلقتها هكذا تكريما لها، كما يذكر في شأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أو لمرض من الأمراض، عملية جراحية، غير ذلك، فرضنا امرأة ما لا تأتيها الدورة الشهرية بالنحو الذي يفسد صلاتها، هذه لابد أن تصلي طول الشهر. طيب، فإن الصلاة لا تسقط بحال. لاحظوا، في المرض العبادات كثير منها تسقط، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الحج مع عدم الاستطاعة يسقط، لله على الناس حج البيت، مو كل الناس، من استطاع إليه سبيلا. أما قضية الصلاة فهذا الكلام ما موجود فيها أبدا، لو إن شاء الله ما يقدر يحرك عضو من أعضائه هم الصلاة واجبة عليه. يومئ إيماء، ما يقدر يومئ حتى في نفسه يقرأ،
يقدر قيام يقوم، ما يقدر يجلس، ما يقدر يضطجع، ما يقدر ما أدري يحرك إصبعه، ما يقدر يحرك عينه، ما يقدر ما يقدر، فإن الصلاة لا تسقط بحال. وهذا يبين أهميتها عند الله عز وجل. هاي بقية الأعمال، الحج على جلالته يقول لك إذا ما عندك فلوس خلاص انتهى الموضوع، بس الصلاة عندك فلوس، لو ما عندك ماكو فرق. عندك صحة روح الحج، ما عندك صحة لا تروح. صلاة يقول لك لا تصلي، عندك صحة وما عندك ماكو فرق. غاية الأمر ينتقل الواجب من درجة إلى درجة ومن حالة إلى حالة. بل حتى في مثل الحرب المحتدمة عندنا صلاة تسمى صلاة المسايفة. مسايفة يعني شنو؟ يعني السيوف مشتبكة مع بعضها البعض. والآن مدى يصير وقف القتال؟ قريب الشمس تغيب، هناك أيضا لابد أن يصلي الإنسان، ولا تسقط عنه حتى في تلك الحالة. فإذا هذه الصلاة حالة استثنائية، بقية الأعمال بقية الواجبات قد تسقط لسبب أو لآخر، إلا الصلاة فإنها لا تسقط بحال. هذا على مستوى الإطار، الصلاة كإطار وكمظهر. وأما الصلاة كمعنى وكمضمون وداخل، فقد تحدثت الآية المباركة في قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أولا في ذيل هذه الآية تقرير أن الصلاة، مع التأكيد إن الصلاة، إن حرف توكيد، إن الصلاة تنهى، تنهى فيها حالة شنو؟ استمرار، مضارعة، ماكو توقف، مو أمس نهت أو نهت جماعة وغيرهم، لا، على طول هي تنهى. زين؟ أمس نهتك، اليوم لا وقفت عن النهي، لا اليوم تنهى، غدا تنهى، بعد سنة تنهى، بعد 50 سنة تنهى، لك ولغيرك حالة الاستمرار في النهي عن الفحشاء والمنكر دائمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر أكو أكثر من تفسير إلها. بعض التفاسير يقول إن ولذكر الله أكبر عطف على الفحشاء والمنكر، يعني كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن فيها ذكر الله، وذكر الله هو أكبر وأعظم. هذا أحد التفاسير. أحد التفاسير أنه لا، ذكر الله بما تحدثنا قبل عدة ليال، ذكر الله بما هو تذكر الله، هذا أكبر من الصلاة وأعظم منها، وقد شرحناه في ليلة مضت. والله يعلم ما تصنعون. يجي هنا سؤال، وهو أننا نرى قسما من الناس يصلون ومع ذلك لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر. شوفهم، ظالم يصلي، وسارق يصلي، وشارب خمر ربما يصلي، ومغتاب للناس يصلي، كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لم تنهه عن شيء، هذه فحشاء وهذه منكر، كيف إذن يقول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الأفضل إذن أن ما يصلي هذا الإنسان. هذا كلام مردود عليه وغير صحيح. أولا، إذا رأيت شخصا يصلي ويمارس بعض الفحشاء وبعض المنكر، لا تقول له
صلاتك ما تفيدك وما تنفعك وأحسن إليك، لا تعتد على الناس أو لا تصلي، هذا كلام غير صحيح. قل له صلي ولا تفعل المنكر، أقم الصلاة ولا ترتكب المنكر. زين، أما الجواب على ذلك السؤال فإن الانتهاء، التفت إلى هذا المعنى، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مراتب. لنفترض 100 درجة، 100 درجة، بعض الناس نظرا لأنهم يلاحظون صلاتهم بشكل جيد، يفكرون فيها، يستحضرونها، يقومون بشرائطها الكاملة، هؤلاء تنهاهم الصلاة مثلا عن 70% من الفحشاء، 80% عن الفحشاء. قسم من الناس لا يفعلون ذلك، ما يفكر في هذه الصلاة، لا تؤثر فيه التأثير الكامل، تأثر فيه بمقدار 10%. يعني هذا الإنسان اللي الآن يرتكب على سبيل المثال 60 ذنب 70 ذنب وهو يصلي، لو لم يكن يصلي كان يرتكب 100 ذنب. بهذا المقدار اللي هو يصلي مع وضعه الخاص، صلاة نهت عن 10%، عن 20%، عن 30%. لو فرضنا نفس هذا الشخص كان تاركا للصلاة، كان يأتي بالفواحش والمنكرات بمقدار 100%. فهذه الصلاة بالنسبة إلى أثرت في 10%، 20%. طبيعة الصلاة ناهية عن الفحشاء، ناهية عن المنكر، لكن ليس بشكل جبري وإنما بشكل اختياري طوعي تربوي. وهذا مو بس الصلاة، كل شيء، حتى الله سبحانه وتعالى، الله لما يأمر الناس يقدر يخليهم كلهم يمشون على صراط مستقيم لولا؟ نعم، بس ذاك الوقت يسلبهم إرادتهم، وذاك الوقت ما يستحقون المثوبة، وذاك الوقت المذنب ما يستحق العقوبة لأنه مجبور على ذلك. فالله سبحانه وتعالى وهو أصدق قيلا وأعظم تأثيرا من أي شيء، مع ذلك نداءه يأثر فيك بمقدار 90%، وفي ذاك الإنسان البعيد يأثر 10%. هل هناك إشكالية في نداء الله؟ لو الإشكالية في تأثر ذاك، في قابلية القابل يسمونها، لا في فاعلية الفاعل. فالصلاة إذن طبيعتها بما أخبر القرآن الكريم أنها تنهى بشكل دائم، بشكل تراكمي، خلي الإنسان يصلي حتى لو كان عند بعض المعاصي وبعض الذنوب، لا تقول له لا تصلي إذا انتهى الشكل، لأن هذا التأثير يتراكم شيئا فشيئا إلى أن ينتج أثره. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلينا نشوف الصلاة من الداخل، ما الذي يوجد فيها؟ يوجد في هذه الصلاة كما ذكرنا أولا فالدورة عقائدية إذا توجه إليها الإنسان، فيها الإقرار بالشهادتين في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل يوم هذا الأمر الإنسان يكرر شهادته، وهذا إذا تلتفت إليه حتى يرد على هؤلاء المغفلين والحمقى اللي بأدنى شيء يتهم غيره بالشرك، يا بتوني أنا متشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يوم قاعد أنطقها في كل فريضةٍ
أكررها، هذه عقيدتي أنا أنشرها بين يدي الله عز وجل في كل يوم عدة مرات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا. هذه قسم من العقيدة. قسم آخر من العقيدة تحتويها سورة الفاتحة المعاد، مالك يوم الدين. يوم الدين يوم القيامة، أنا لما أحمد الله الذي هو المالك في يوم القيامة معنى ذلك أنني أقر بهذا اليوم وبالمعاد وبأن له مالكا متصرفا مهيمنا، وأطلب من الله سبحانه وتعالى خريطة في الحياة هي اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله أنت تخليه في أجزاء العبادة وأجزاء الصلاة. أنت من خلال الصلاة في كل يوم تقر بعقائدك الدينية وتذكر نفسك بالخريطة العامة الصحيحة للحياة، من خلال الأذان تارة والإقامة، ومن خلال القراءة والأذكار مرة أخرى، وتجسد خضوعك لله عز وجل وعبادتك إياه بأسمى تجسيد عندما تركع له وتسجد له، والسجود هو أقصى درجات الخضوع، تضع أشرف مواضعك وأعلى مواضعك على التراب تضرعا وتخضعا. ولذلك قيل أقرب ما يكون فيه ابن آدم إلى الله عز وجل هو حين يكون ساجدا. فهذا واحد احنا نلاحظه في الصلاة، تجسيد هذا المعنى. في مقدمات الصلاة على المستوى الحياتي تعلم المجتمع المسلم النظافة والنزاهة والنزاكة، ليصير هذا المجتمع مجتمع قذر، مجتمع وسخ. انت اذا تلاحظ هذه الفرائض، مثلا غسل الجنابة أو غسل الحيض عند النساء، الجنابة موضعها محدود، الجنابة موضعها محدود، إيش معنى لازم تروح تغسل من فوق إلى تحت كل هذا البدن؟ الحيض موضعه محدود، إيش معنى لازم المرأة تجي تغتسل كل هذا البدن؟ تبدأ برأسها ورقبتها أولا، ثم تغسل بدنها ثانيا، وعند بعض العلماء احتياط في تنصيف بالقسمين بين القسم الأول والقسم الثاني، الأيمن أولا ثم الأيسر، ليصير غلط مثل ما إحداهن كانت تسأل تقول أنه أنا تعلمت من يوم أنا صغيرة أنه قالوا لي النصف الأيمن أول شيء بعدين النصف الأيسر، فمن فوق من الرأس أنصف إلى الأسفل من الأمام ومن الخلف. ليس صحيحا هذا، إذا لم ينغسل بالتالي، إذا لم ينغسل هذا الرأس مع الرقبة ثم بعد ذلك البدن، الله يعينها على إعادة الصلوات، لأن الصلاة لا تعاد إلا من أمور، من هذه الأمور الطهارة الحدثية. إذا الوضوء باطل أو الغسل باطل، الله يعين صاحب هذا الفعل على إعادة الصلاة. نعم لو كان قضية نجاسة وما شافها أو ما شابه ذلك لا مشكلة، لكن في مثل الطهارة الحدثية، الطهور، الغسل الصحيح أو الوضوء الصحيح، هذا يؤدي إلى إبطال الصلاة. فهذا الأمر، الغسل أولا، مع أن موضع الجنابة محدود، مع أن موضع الحيض محدود، إلا أن الشارع المقدس جاء لكي يصنع مجتمعا نظيفا،
مهما يكون لابد هذه المرأة أو الرجل لابد أن تغتسل، إما بالطيب لو بالقوة حسب التعبير. يعني لو فرضنا أن تشريع غسل الجنابة ما موجود، تشريع غسل الحيض ما موجود، من الممكن لإنسان أن طول شهر كامل مثلا لا يغسل بدنه، لكن مع هذا التشريع مستحيل، لابد أن تغتسل المرأة ولو لأجل غسل الدورة، والرجل أن يغتسل لأجل الجنابة. وفي فلسفة ذلك، في فلسفة غسل الجمعة، ذكر موضوع نظافة المجتمع المسلم. عندنا في الرواية اللي أوردها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه علل الشرائع، في علة الاغتسال في يوم الجمعة، يقول كان أهل المدينة يجون يوم الجمعة، طبعا هذول قسم منهم عمال، قسم منهم كذا، قسم منهم كذا، بلد أيضا حار ساخن، فروائح العرق وحسب تعبير بعض الروايات الصنان، زين صنان أحيانا يستخدم رائحة العرق وأحيانا تكرمون رائحة البول، فيقول هذه رائحة الصنان كانت تطبق في المسجد كله، تصور 300-400 واحد 500 واحد في مكان مغلق والسقف أيضا منخفض، فكان مبعث أذى لقسم من الناس، فشرع لأجل ذلك استحباب غسل الجمعة اللي هو يصير يوم الاجتماع الكبير، وكان بسبب ذلك أو من علله وحكمه أن يشرع غسل يوم الجمعة لكي يتنظف هؤلاء المسلمون. حتى الوضوء إذا تلاحظ أن الغسل فيه يتناول الأماكن اللي هي أقرب إلى الاتساخ، مثلا في الوضوء ما عندنا أن واحد يغسل بطنه أو يغسل ظهره على سبيل المثال، ليش؟ لأن هذا عادة مغطى بالملابس، ولكن بقية الأماكن وجهه ويديه ورجليه هذه هي اللي عادة يصيبها القذر والغبار وما شابه، ففي هذه الصلاة تنظيف ظاهري وفيها تنزيه داخلي نورانية تعطي. عندنا في ذيل الآية المباركة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يوم القيامة جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، يجي الإنسان وهو يشع أنوار، فيقال هذا شنو؟ يقال هذا مواضع وضوئه كان لا يتركها بغير وضوء، دائما وعلى طهارة قدر الإمكان، وهذه إلها آثار الآن إحنا ما نشوفها، الآن أعيننا محجوبة إلا عن الظواهر، في ذلك العالم يكشف الغطاء عن جانب من بصائرنا، فنشوف هؤلاء على نورانيتهم على ضيائهم. طيب، فهذه الصلاة تعطي للإنسان بالإضافة إلى النورانية الداخلية تعطيه نظافة ونزاهة خارجية أيضا، تعلم الصلاة قضية النظام لا سيما صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ولا سيما عندنا في المذهب الإمامي لاشتراطات خاصة في موضوع الاتصال، لا بد أن يكون الصفوف متصلة، ما بينها حاجز ولا بينها أيضا مسافات، افترض الإمام هنا الصف الأول هنا والصف الثاني على بعد 3-4 أمتار، هذا يصلي من ذاك الصوب وهذا منفرد وذاك في هالجهة وذاك في هالجهة، عندنا في الفقه الإمامي هذا غير جائز، هي ما تصير صلاة جماعة، لا بد أن يكون هناك اتصال، هذا الاتصال يصنع نظاما، المفروض أنه يصنع نظام بحيث كل الصفوف متصلة متراصة، ليس بينها فرج، ليس بينها حواجز، ليس بينها خلل.
طبعا المفروض أن هذا يعلمنا أيضا نظام في الحياة، لكن مع الأسف يعني قد تجد بعض الحالات من الانفصال بينما هو في المسجد وبين خارج المسجد. نفس الإنسان اللي يجي يصلي في المسجد هنا بنظام ويصف مع الصف، تشوف سيارته مسكر على 3-4 أشخاص، ونفسه عاكسها على غير السير الصحيح، ونفسه كذا وكذا، مع أنه ينبغي أن يكون ما في المسجد وما في الصلاة معلما لنا في الخارج. الصلاة لا سيما الجماعة تعلمنا قيمة العدالة، العدالة لا سيما على المذهب الإمامي اللي هي من شروط الإمام. ما أصلي أنا وراء واحد لا أطمئن بعدالته، على خلاف بعض المذاهب اللي يقول لك صلي وراء بر وفاجر. طبعا هذه مو بس هنا المشكلة، أنه مو وراء كل بر وفاجر في الصلاة، راح ترتقي إلى أن يصير حاكمك كل بر وفاجر أيضا، لأنه نفس هؤلاء كانوا يصلون وراء الحجاج الثقفي القاتل السفاح. فإذا صلاتك اللي هي عنوانك عند الله سبحانه وتعالى صار ليودي الملف مالك الحجاج الثقفي، وفدك تعبير وفدك إلى الله، إمامك وفدك إلى الله، من أنت توفده إلى الله؟ من البريد بينك وبين الله؟ لذلك اشترط الإمامية قضية العدالة لما لها من مركزية مهمة. ابدأ من صفات الله عندنا من الأصول، أصل شنو؟ العدل في الله، العدل الإلهي. في الحكم عندنا أصل العدل، وأن الظالم لا ولاية له. طيب مو ذاك اللي يقول أنه لازم تقبل أمره ما لم يظهر كفرا بواحا، لا، حتى لو أظهر ظلما هذا لا ولاية له. عندنا العدل في الأسرة، وعندنا العدل في إمام الجماعة، وهكذا. فإذا العدل مما يعلمنا إياه قضية الصلاة وبالذات صلاة الجماعة. وهناك أمور أخرى كثيرة في هذه الصلاة لا نستطيع التعرض إليها بالكامل لما للوقت من ظرف. يبقى عندنا نقطة أخيرة، وهي أن من مسؤولياتنا أيها الأحباب أيها الإخوة ما ذكره الله في القرآن الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا أنت متمكن من أي عمل فينبغي أن تسعى إلى إقامة الصلاة والدعوة إليها. في المدرسة تدعو للصلاة، في الشركة تدعو للصلاة، في المجتمع تدعو للصلاة. ليكن مثلا في المساجد لجان للدعوة إلى الصلاة، كثير من المساجد فيها لجان خيرية، لجان ما أدري دينية كذا، بس لجنة صلاة ما فيها. لجنة صلاة بمعنى أن جماعة يتحملون هذا الجانب، يتجمعون يسوون دعوة إلى صلاة الجماعة، تعبئة في هذا الاتجاه، حديث مع جيران المسجد، مع الشباب، الوصول إلى هؤلاء، إلى الشابات. هذا أمر ضروري ومهم. في الجمهورية الإسلامية أسس لجنة اسمها لجنة إقامة الصلاة، وتولى عليها أحد مفسري القرآن المقتدرين شيخ محسن قراءتي حفظه الله. هذا شغلته هو في هذه، ويعتبرها أفضل مهمة وأفضل منصب من كل المناصب، أنه هو داع إلى الصلاة، وعند برامج ما شاء الله فيها. وأنا أقترح على أهل المساجد، أئمة المساجد، إدارات المساجد، أن يطلعوا على هذا الجانب. هناك ابتكارات كثيرة في الدعوة إلى الصلاة. مثلا إحنا إذا نريد نسوي دعوة إلى الصلاة عندنا هالدعوة التقليدية، مجلس قراية ونتحدث حول فضل الصلاة،
مثل ما أنا قاعد أسوي الآن، أو لنفترض ما أدري أمثال هذه الأشياء. خلي نفكر في أشياء جديدة. ماذا مثلا لو أننا شفنا لاعب من اللاعبين اللي الشباب، جيل الشباب يتعلقون بهم؟ تدري الآن أكو بعض اللاعبين في كل مجتمع، هذول اللي مثل أبطال عند قسم الشباب، يتابع أخباره ويتابع أموره ويعرف خصائصه، وأحيانا بعضهم ملتزمون ومن البلد. هذا خليه يصلي في مسجد وأخذ صورته ثم بعد ذلك أوصلها إلى الشباب. هذا يربط الشاب بين النجاح والبطولة في هذا مع الصلاة. ما يعتبر أن الصلاة هي شيء مال أناس درعويش ومال أناس متخلفين وما شابه ذلك. إذا ممثل مقتدر مثلا، افترض هذا ممثل مال فيلم النبي يوسف اللي دخل إلى كل بيت، صحيح ولا لا؟ وصار معروف عند الجميع، وأمثال هؤلاء اللي عندهم جهة التزام، لو أخذت له صور وهو يصلي، طيب هذه لا ريب أنها ترتكز وتترسخ في أذهان الشباب. لو أن ممثلة ملتزمة على سبيل المثال أخذ لها شيء صورة وهي تصلي وأعطيت إلى الفتيات، هاي بعد بنت المتوسطة وبنت الثانوية، ما تشوف أن المثل الأعلى مالها تلك الممثلة المتهتكة والخليعة، وتشوف أن لازم إذا تريد تصير مثلا ذات شأن لازم تلبس لبسها وتعيش بطريقتها. لا تشوف أنه حتى هذه أيضا اللي عدها نجاح ونبوغ أيضا هي تصلي هذه الصلاة، وأمثال ذلك كثير. نحن نحتاج إلى الابتكار في الدعوة إلى الصلاة وإلى التبليغ عنها، أن تصير لجان في كل مسجد في كل حي تهتم بهذا الأمر، وإلا من الممكن إذا تركنا الأمر هكذا من الممكن أن يضعف خط الصلاة. الصلاة التي حافظ عليها أئمتنا سلام الله عليهم، علي بن أبي طالب وقبله رسول الله يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وعلي في ذلك الموضع في ليلة الهرير اللي استمر القتال فيها إلى منتصف الليل، مع أن القتال كان في تلك الأوقات يتوقف، يقول شفته بسط نطع ماله وجلس يصلي، قال الآن وقته؟ قال: على ما قاتلناهم، إحنا إنما قاتلنا لأجل الصلاة وإقامتها. وهكذا سيدنا ومولانا الحسين سلام الله عليه الذي أقام الصلاة في ميدان الحرب وضحى بتلك الصفوة في هذا السبيل وفي هذا الطريق، نفس أيضا كان يقيم هذه الصلاة، وكان أيضا لا بد أن يصلى عليه بعد أن صرع إمامنا الحسين سلام الله عليه. تدرون الشهيد لا يكفن ولا يغسل، ولكن الصلاة لا بد منها، وهذا يبين لك عظمة شنو الصلاة. الشهيد في داخل المعركة إذا استشهد تحت راية معصوم أو راية عادلة واستشهد هناك، هذا ما يحتاج له لا غسل ولا تكفين، يودوه هكذا، غسله دمه وأكفانه هي ملابسه التي يأتي بها، ودمه الأزكى رائحة من المسك، هذه هي طريقة إلى الله، لكن الصلاة لا بد منها. والحسين سلام الله عليه لم يجهز بأي نحو من التجهيز بعد أن بقي على الرمضاء في اليوم الحادي عشر. تعلمون أن هؤلاء أجبروا النساء
وركب أهل البيت على الخروج من دون أن يسمحوا لا للنساء ولا لزين العابدين أن يجهز الإمام سلام الله عليه. جاء نساء بني أسد بعد ما شافوا أن الضجة هدأت بعد ماكو لا صهيل خيول ولا صليل سيوف، جاءوا أيضا جئنا ليستقين من شريعة الفرات. فلما وصلنا إلى منطقة المعركة هالهن ما رأينا، رأينا تلك الجثث الزاكيات، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وذاك على شماله، بعض الجثث قد قطعت منها اليدان كأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وبعض الجثث قطعت منها الأرجل في أثناء المعركة، وكلها قد ذرت عليها الرياح الذاريات والسافيات. فصحنا هناك وأعولنا ورجعنا إلى رجالهن باكيات، ما خبركن؟ ما الذي رأيت؟ الله أكبر، هذا ما أعد الله للصالحين وللحسين إلى أن أوصله إلى ملحودته أنزله فيها. أجرى عليه السنن بأبي وأمي المستحبات، لكن أنا أسأل، بعض المستحبات إذا أجراها الإمام لو ما أجراها يستحب أن يوضع خد المتوفى على التراب؟ سيدي يا زين العابدين، وضعت خد أبيك على التراب أو كان خد والدك على رأس رمح في الكوفة تلاعبه الرياح ويجال فيها هذا الرأس الشريف؟ ثم بعد ذلك قبله في منحره ونادى: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرق، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. أويلي حين ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحال دال الجفن والتابوت لف بباري وشاء، ولم الجسد المقطاع وجمع جملة وصاله، عجب منا على قبره قلبه من شطر شطرين. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع، الجفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، هذا الجسد وين الرايس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله